انا بدي اكون معك من الاول. اوكي بس فيكي انت تبلشي. للهول يا للهول ماذا ارى، انه الي داوود. اهلا وسهلا ريما. اهلا فيك الي، اهلا فيك وباكيب العمل. انبسطت كثير اليوم وكبرت لما انتم بتجوا من اخر الدنيا من اقصى شمال لاقصى جنوب ليعملوا انترفيو ببيتي ويتعرفوا على شخصيتي وحياتي. مع العلم انه انا مش عامله اوزي اليوم وفارشه السجاد الاحمر مع انكم بتستاهلوا، بس لانه بدي اقعد معكم فحبيت انه جيب الخالص، كل شيء خالص. شو جبتي لنا غدا خبريهم؟ دجاج فراريج ما بيأرخص. يلي قليل من العالم اللي بتعرف عن جد ريما ببيتها كيف بتكون، مش بس ست بيت، ست بيت ومكترة حبيبي. ما تقلي لأنه رح اشتريت الخس والبندورة وانت كنت حدي بلا فضايا. بدك تخبريهم شو صار عند الخضار؟ بشتري خس من عند جاري بالدكانة او عم بشتري خضرة وحارج عكيلو الكوسة، وليه اليوم الكوسة اغلى، وليه الخس اليوم بألف وخمسة ومبارح كانت بألف. ايه هيك بتحارجي ريما؟ بحب. لازم يتقدم لريما كونتينر خس. امشي الخس. سوشيال ميديا اذا بدك هي اللي طلقتك على عالم الشهرة وبعدك لهلأ. في ناس بتحب ضفيري، نعم. في ناس بتحب فكري، في ناس بتحب شعري، في ناس بتحب ثقافتي، في ناس بتحب جسمي، في ناس بتحب إجري، يعني باكج لكل الناس. كل حدا بيبقى ذاكر ريما بموضوع معين. ركزي لي على موضوع إجريك. في فيديو هشام حداد حطه عنده، عرضه بالحلقة عن إجريك. يعني شو قصة هيدا؟ هيدا أول ريبورتاج أخده تاخد من بيتي. إيه؟ غريب بس شوي. لا مش غريب، هو حدا كتير ذكي وبيعرف أنه الناس هيدا الأمور بتحبها، وأنا أعطيته لأنه كنت حابة أعطيه من قلبي. حلو. وبعدين شو بون إجري؟ قصة كبيرة. إجريكي عاملين الإجرين ثورة. بس أقلك مدام أو حيالله حدا عم بتابعنا، الإجرين هني أهم شيء، وإذا أنت منك وفية لإجريكي منك وفية لحدا بالحياة، فأنا بحبهم وبعتني فيهم، ليش لا؟ يعني حتى ريما بموضوع الإجرين حولتنا إياها لثقافة محاضرة. حلو. في كتير عالم بيعتبروها هاي فتش لإلهم، يعني بيحبوا الإجرين بيربطوها بالسكس. مش بس كشكل مثل ما عم توصفيها أنت. هل أنت بتلجأ إلى هيدا الموضوع تتغري رجال؟ إذا أنت مرتبة إجريكي ومبينتيون ونشوف كتير. هيك بدي خبرك شي لأكون صريحة. نعم. أنا قبل ما أعرف ما كنت بعرف في شي اسمه فتش صراحة. كنت أنا أنزل صور لإجريي لأنه عن جد بحب إجريي، وبحب كل مرة تشوف ريما شو عاملة بإجريها، بحب كمان رجال يشوفوا لأنه هي مصدر أنوث الإجر. صح. فليش أنا بس بفرجي إيدي أو بفرجي وجهي؟ ما اللي بده يحبني لازم يحب إجري وراسي وفخذي كله. هيدا باكج اسمه ريما. حلو. طيب شو مصر يعني؟ ايه مصر مصر. طيب شلح. يعني هلا اكسكلوزيف عنا. ليك بس انه انا ما بكفلكم يقلب لتحت. بس تحت وادي ريما. بعدني باول حلقاتي. في احلى من هيدي الموتة انه يتساهل من هيك روايح. هلا في كتير عالم كتير رح تنقهر صراحة. ليه؟ ما بعرف، هني بيعرفوا. بس شوي شوي يعني، مش ضروري أوكي. لحتى تكون راحت شوي. بعبة تشلحني؟ ايه يلا. بس في شغلة. شو؟ انه انا لون الفانيلا عجري مشو زيت على ايدي. هلا انا مش مهم بالشتوية بيبقوا هيك. ايه طبعا. طيب ريما شو لونك المفضل انت وعم تفرجينا هلا؟ شو في تحت الشبك؟ هلا الاسود. الاسود حاليا. سوري هيدا ساعدك لأنه عيني شوي. مثل ما عم نشوف إجرين ريما ديب على الهوى. بليز ما تبوسها. لا ما بقبل. لا بليز ما تبوسها. بليز ما تموت ابن الريح. يعني ريما ما بعرف إذا في شيء أجن هلا شلحتني. شو ما عم بيلبس؟ شو ما عم بيلبسني؟ منكمل إجر إجر لا الحلقة. مشكلة يلا. ريما بدي اسألك عن موضوع شوي حساس. هو موضوع الجيز.
عنا جايز، عنا لسبيانز، عنا عالم ترانسكشوالز متحولين، وصارت نظرة العالم لقلهم اختلفت عن قبل. قبل كانوا ينقذوا انه حدا غير عنهم. انت شو موقفك من هيدا الموضوع؟ ليك الجايز ولا لسبيان ولا الفتش ولا هودي ناس مثلنا مثلهم عندهم، أنا ما بعد شذوذ، هيدا ميول جنسي معين. نعم. كل إنسان ربنا خلقه عنده ميول جنسي. هلأ هو مش مكتشفه بيكون لما بيقلك ما عندي، بس كل شخص خلقان عنده ميول أو شذوذ مثل ما بيسميه المستمع جنسي. ليش اللي بتحضر فيلم سكس أو اللي معود كل يوم يحضر له 5-6 أفلام سكس مش شذوذ؟ طبعا. ليش اللي مثلا بحب ينام مع 2 نسوين مش شذوذ؟ او السلايف مثلا اللي بيحب ينضرب وغيره وغيره، كله هيدا نوع من الشذوذ. كل حدا حر بحياته طالما هو ما عم يأذيني. اليوم مثلا ما تقول لي في نسوان بتساله بتقول لي انا ما عندي ميول. حبيبتي مش ما عندك ميول، الشاب بيكتشف ميوله وشذوذه لانه مجتمعنا الشرقي عطيه القدره يدقر اعضائه التناسليه، بس النسوان بلبنان وبمجتمعاتنا العربيه ما بتدقر حالها. في نسوان بعرفها مش شايفه حالها بالزلط على المرايه، يعني ما بتوقف تشوف صدره تدقره، تشوف عضوه تدقره. انه مثلا سوري انا بس بدي اقول لك شغله مدام، لا انا مش عم انشر فساد. انا ابني من وقت يكون عمره 7 سنين بيجي لعندي بيقول لي ماما وقفة الزيزي. ابني بقول له برافو ماما على طول وقفها. انت كيف بتتابعي ابنك جنسيا؟ وقفة الزيزي بتقولي له عيب؟ بدك تعوديه، هي عضله. صح. هلا انا عندي مثاقبه 3 صبيان، بس انا لو عندي بنت ما بعمل فيها اللي الماما عملته فيي. يعني انا كان عمري 12 سنة بعتتني الماما على مخيم. نعم. قالت لي قبل ما اطلع على المخيم اذا حدا دقريك بتحبلي. وقعدنا انا وشب تحت شجرة بوقت الفرصة وهيك، وشوي مسك لي ايدي. جيت على الغرفة مسك لي ايدي، انا حبلي. صرت ابكي. لا جد عم بحكي. قالي صرت ابكي. رفقاتي راحوا حكوا الخوري، قال لي شو بكي يا بنتي، لانه هو الاب يعني. قلت له انا حبلي. قال له ابونا انا حبلي. هداك الابونا سكوا جرايه. شو حبلي؟ بعدنا جايبينهم حلت حبلايدي. انا لو عندي بنت انا بفهمها تتعرف على جسمها. شلحي تيابك بينك وبين حالك، مش ضروري حدا يشوفك. بينك ومن حالك اشلحي. نعرف اولادنا على اجسادهم. ليه هالتعنت؟ وبتيجي تقول لي جايز؟ شو بهون الجايز؟ تقبلي بكره مرت ابنك تلبس اللبس اللي انت بتلبسيه، يعني اللي شوي مزنطر اللي بيلبق لها بدها تلبسه. واذا هو منعها انا رح اتدخل انه ايه تلبس، بتلبس قصير، بتلبس ميو اكيد. بس اذا ما بيلبق لها ومدلدقت لي من هون لحم ومن هون لحم، لا بدي اطلع واحكي واضحك لانه بدي اكون طبيعيه. طيب ريما، إذا ابنك نهار من الأيام انغرم بصبية محجبة، أنت شو بيكون ردة فعلك؟ أنت ما في حل وسط، هو حر، هي حرية. بس أوكي. بس تجي على بيتي بدها تحترم فخدي، مش بدها تحجبني. لا يعني هيدا بيتي، هي بيئتي، هي جاي عليها. نعم. وكمان يمكن هو بس يروح على بيئتهم بده يحترم أهلها مثل يعني. ما هي بتحترم. صح. واللبس ما بيحدد نفسية الإنسان يعني. صح. أنا لما ببكي بتمرمغ بالأرض، ولما بضحك بفتح تمي وصوتي بيطلع. ايه ما بخفى ضحكتي، اكيد كل الجيران بيعرفوا انه عم بضحك. ولما بكون مع جوزي حتى بتخر. اوف لحظة. لا صوتي يعني بتلمي الضيعة؟ لا ما بلمون، ما بهمني لمون. بس اذا انا عبالي عيش احساسي بعيشه للاخر. لا هون بدك تخبرينا. لا ما فيي، تعني بيناتنا. حتى ابني الكبير اوقات بيقول لي حطي كاتم. انت بتنصحي كل مرأة او كل رجال هني وعم يعملوا سكس يطلعوا بالاعالي بصوتهم، ما تفرق معهم حدا؟ هلا في ناس بتعمل سكس ما بتحب تطلع صوت. اذا ما بتحب ما تطلع. واذا بتحب لا تفتح. تفتح تمها. تفتح لك. لا يعني تعيشها. انا مره قلت هلا الكل نايمين وعندي هاي البلكون هون ما في حدا، شفت؟ قلت يا ريما خلي الهوا يدقر يكلك. شلعت كل تيابي وظهرت على البلكون ومدام ما في حدا شايفني بس حلو. انا تتخيلي نسمة الهوا عليكي انت ومتحرره
طيب ريما، بس بدي اسالك سؤال. هلا انا معك وانا تفكيري يمكن قريب من تفكيري، بس قديش في عالم يمكن مثلك بتفكر او بتقتنع بالحديث اللي انت عم تقوليه؟ يعني انت كثير حدا اوبن مايند، وما في عندك شيء اسمه غرابي او شيء غريب. يعني عم تقولي فيكي ما تلبسي شيء برا، فيكي تشلحي بالزلط بالبحر، يعني هول القصص لقلك انت كثير طبيعيه. بس في عالم هلا بتكون هن ما كانوا طبيعيات، كلهم ما كانوا طبيعيات عندي. ما انا كنت اقعد مثلهم اقول اف وبرزق عيوني ويلعب عيوني مثل اليويو. شو صار لك؟ كل شيء صار بالعكس. قد ما اضطهدوني، قد ما ليك انا كثير تهاجمت، كثير انظلمت، لدرجه صرت احس قد ما انظلمت بدي شوف يا عمي انا هيك. ريما يمكن هلا تنقذي من طريقه سؤالي. بدي اعطيكي لعبه. هيدا الكلون في كثير عالم شبهوك له. شو ردك؟ أول شيء خلينا نحكي عن الكلون. نعم. الكلون هو بسبب فرح لكتير ولاد وحتى لكبار، يعني هو منه شيء سيء. وإذا أنا عن جد كنت مثل الكلون، يعني هني عم ضحكون، يعني أنا سببت لكم فرح. بس مش معناتها أنه إذا ناس تمسخرت يعني هي معها حق. بالنهاية هول تمسخروا، اليوم وين صاروا؟ قاعدين على صفحتي وأنا بعدني مستمرة لأنه آمنوا فيي. أنا مبسوطة أنه أنا بلشت وغلطت وتقدمت وتحربت وبكيت. طيب ريما، أنت لوين ناوية توصلي بمسير؟ كفان؟ كحدا بس مؤثر على صفحة التواصل الاجتماعي؟ وين بتشوفي حالك؟ ليك هلأ أنك تكون إنسان مؤثر هيدي شغلة منيحة إذا عندك شي توصله. نعم. يعني هلأ مش حلو كون أنفلونسر بشي سخيف. يعني أنا عطول لكل شيء بحكي فيه مبرر وفي تفصيل، وفي تفصيل ممل لأنه أنا بحكي بأمور دقيقة. وإذا صحت لي فرصة بتشبهني بالفن وحدا عرض علي عرض بتنازلات مادية فقط ممكن كمل فيه، وإذا لا أنا عايشة مبسوطة مع عائلتي ومع أولادي وببيتي بهالجبل الحلو. أنا على الصعيد الشخصي بحبك كتير. داري لا كلهم عارفين أنك بتحبني. أنا حبيت اليوم ضوي على ريما المثقفة، ريما اللي بتفهم، ريما البسيطة. مش بتفكيرها طبعاً، البسيطة بحياتها. ياريت أنا في يكون بسيطة بتفكيري، يعني ياريت في يكون عن جد بسيطة، يعني صوب الهبل، لأنه هودي عايشين مبسوطين فعلاً. I'm not afraid.